زكاة النفوس بيد الله جل في علاه، بل الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالأمر بيده، يهدي من يشاء ويزكي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر أمره والخلق خلقه. ولهذا كان مفتاح تزكية النفس اللجوء إلى الله جل وعلا. لا تثق بنفسك ولا بفهمك ولا بعلمك ولا بذكائك وفطنتك، وإنما إلجأ إلى الله عز وجل طالبا منه جل وعلا أن يزكي نفسك.